فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول: نحن مجموعة من الشباب كنا في يوم العيد بمنى، وبلغ بنا الجهد والتعب بلوغا شديدا، وكنت إمام الجماعة فأمروني بالجمع بين صلاتي الظهر والعصر لشدة التعب، وأنهم لن يستيقظوا إلا قبيل المغرب، فجمعت بهم مع العلم بأنني أعلم أنه في يوم العيد تكون كل صلاة في وقتها. سؤاله: هل فعلي هذا صحيح، وهل يكون هذا عذرا؟ نعم، فعلك هذا جائز لأنكم مسافرون، ولكن خلاف الأفضل أن ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم أن تصلى كل صلاة في وقتها قصرا بلا جمع، هذا هو الأفضل. إذا احتاج إلى الجمع مثل حالتكم هذه فلا بأس إن شاء الله. نعم، لأنكم مسافرون. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.